بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، ومرحبا بكم إلى هذه الفقرة التي نتابع من خلالها ما بدأناه فيما يتعلق بالصرف في اللغة الفرنسية. إذن نتكلم على كونجيغيزون. إذن كما ذكرنا فيما سبق بأن الصرف في اللغة الفرنسية أنه ينقسم أولا إلى مجموعة كبيرة التي نسميها لمود، وتحت هذه المجموعات تنضوي للطن. للطن يعني الأزمنة. وقلنا بأن لمود أنديغاتيف هو أكبر تجمع للأزمنة في اللغة الفرنسية، وهو الأكثر استعمالا. رأينا معاني هاد لمود بصفة عامة. إلى جانب لمود أنديغاتيف رأينا لمود كونديسيونيل، لمود سيبجانكتيف، لمود سيبجانكتيف، le mode participe, le mode gérondif, le mode impératif et le mode infinitif. فدي الفقرة إن شاء الله سنرى le mode indicatif. إذن كما قلنا فيما سبق بأن le mode indicatif est un mode personnel. إذن أولا هو واحد المود للأزمنة ديالو تتستعمل الأشخاص، يعني المقصود أن الفعل ينسب إلى ضمير معين، ينسب إلى اسم معين، إلى غير ذلك. إذن الانديكاتيف est un mode personnel. ملي تنسمعو personnel يعني أن الأفعال اللي منضوية تحت منه أنها تتصرف مع ضمائر كي سو كونجيغ en personne، يعني الذي يصرف حسب الأشخاص، حسب الضمائر بمعنى آخر. وكما قلنا بأن الضمير ممكن يجي في بلاصتو اسم إذا تكلمنا على واحد شخص، إذا تكلمنا عن شخصين مثلا في الغائب. لو مود انديكاتيف بيرمي دانديكي ان اكسيون دون سا رياليتي. إذن لو مود انديكاتيف بيرمي دانديكي ان اكسيون دون سا رياليتي. إذن نتكلم عن لو مود انديكاتيف الذي يمكن من الإشارة إلى فعل على الأرض دون سا رياليتي، يعني في حقيقته. إذن هذا هو اللي تميز الانديكاتيف، طبعا أنه تتحدث على واحد الفعل حقيقي. إل ساجي دي مود أو أون انديك، إذن يتعلق الأمر بواحد المود الذي فيه ندل، أو الذي من خلاله ندل، أي أو وحيث سكولوندي، وحيث الذي نقوله إتوني بغري، أنه يؤخذ كحقيقة بصفة عامة. كما تلاحظوا بأن الانديكاتيف اللي تميزوا أن الأزمنة اللي منضوية تحت منه أن تتحدث على أفعال حقيقية جدية بمعنى آخر. إذن أول زمان لي غنبداو به هو لو بريزون. لو بريزون يعني الحاضر. إذن لومبلوا دي بريزون دو لانديكاتيف ا يعني اولا لومبلوا دي بريزون دو لانديكاتيف، استعمال الحاضر الخاص بلو مود انديكاتيف. إذن تنتكلموا على لو بريزون دو لانديكاتيف، لانديكاتيف اللي تكلمنا عليه اللي هو لو مود. سو طون اكسبريم، إذن هذا الزمن نتكلم على لو بريزون. اكسبريم أنه يعبر على ان في، يعبر على واحد الحدث أو ان اكسيون، أو يعبر عن فعل على الأرض كي سو ديغول أو مومون أو نو نوز اكسبريمون. إذن تعبر على واحد الحدث أو تعبر على واحد الفعل على الأرض كي سو ديغول، الذي يحدث او مومون، تحدث في اللحظة. اون نوز اكسبريمون، حيث نحن نتحدث ونعبر. إذا الوقيت اللي تنتكلمو فيها حنا تيكون داك الحدث تحدث. اكزومبل كمثال، او فاتو كما رأينا فيما سبق، أين أنت تذهب؟ المقصود أنت ذاهب الآن وأنا أسألك أوفاتي، أين أنت؟
تذهب إلى الحادث وحاصل، وأنا أسأل عن هذا الحادث وأنا أتحدث عنه. Je pars à la plage. أنا أذهب إلى الشاطئ. إذن أنا أذهب الآن، أنا أنطلق الآن. طبعا عندنا هنا في الأول عندنا لو فيرب الي، فالجملة الثانية عندنا لو فيرب بارتير، أنا الآن منطلق فعليا إلى الشاطئ، وفي نفس الوقت أقول جو بار à la plage. ثم عندنا مارك رانج سيز افير، إذن مارك أنه ينظم، أنه يجمع سيز افير أشياءه، إذن مارك أنه يقوم بهذه الأمور في اللحظة التي أنا أتحدث عنه فيها. مي اون بو لوتيليزي بو راكونتي افي، إذن ولكن لو بريزون، مي اون بو لوتيليزي بو راكونتي ان في باسي، إذن طبعا كما ذكرنا في غير ما مرة لو بريزون اللي هو الحاضر تنقدر نستعملوه للماضي. عندما نقول مثلا il va à l'école، هو يذهب الى المدرسة، ولكن في الغالب المقصود به انه ذهب الى المدرسة. طبعا في القصة ايضا كما تلاحظوا هنا pour raconter un fait، لنحكي حدثا، passé ماضي. في الحكاية في القصة بعد مرة تنستعملوا لو بريزون، علاش؟ لأنه تيوضع القارئ أو السامع أمام هذه القصة وكأنها تحدث في الحاضر. هذه المسألة تنستعملوها حتى في اللغة العربية. مي أون بو لوتيليزي بوغ راكونتي أن في باسي، أون بو لوتيليزي بوغ راكونتي أن في باسي كوم سي أون إيتي، إذن كما قلنا الآن كوم سي أون إيتي كما لو أننا كنا فيه. ما معنى هذا الكلام؟ أننا تنستعمل لو بريزون باش تنتكلموا على واحد الحدث في الباسي كما لو أننا كنا فيه ونحن نتحدث. المقصود بمعنى آخر كما لو أننا نحن حاضرون في هاد الحدث، في هاد الفعل، ونحن نتحدث وكأننا نعود إلى ذلك الماضي فيصبح حاضر لنتحدث عن الفعل وعن الحدث. أو بور إكسبريمي إن فيريتي سيونتيفيك أو أن في أبيتويل، أو نستعمل أيضا لو بريزون من أجل التعبير عن حقيقة علمية أو أن في أبيتويل، أو نتحدث عن حدث يعني معتاد. إكزامبل لا تيغ تورن أوتور دي سولاي، إذن الأرض تدور حول الشمس، مع العلم بأن كانت تدور منذ زمن طويل. إذن لا تيغ تورن أوتور دي سولاي، الأرض تدور حول الشمس. إذن كما لاحظنا بأن لو بريزون له عدة استعمالات. طبعا لو بريزون له عدة استعمالات، أول للتعبير عن واحد الحدث، عن واحد الفعل، أنه توقع في اللحظة اللي احنا تنتحدث فيها، تنقدر نستعمله لو بريزون للتعبير على واحد الحدث، على واحد الفعل في الماضي باش نبينه وكأننا احنا تنعيش هذيك اللحظة. ثالثا أن لو بريزون تستعمل للتعبير على واحد الحقيقة علمية بحال هذه الأرض تدور حول الشمس، أو للحديث عن واحد الفعل أنه معتاد. نقول مثلا les hommes sortent chaque vendredi pour aller à la mosquée، مثلا الرجال يخرجون كل جمعة للذهاب إلى المسجد. إذن طبعا كما تلاحظوا أنها عادة، أن هذا الأمر يتردد كل أسبوع، وبالتالي ممكن نستعمل le présent. ثم بي ثانيا la terminaison du présent de l'indicatif، نهايات الحاضر، نهايات لو بريزون دو لانديكاتيف، إذن نهايات الحاضر كما نقول. طبعا تنعرفوا بأن نهاية الفعل الانفينيتيف كما رأينا فيما سبق المجموعة الأولى أنها تتنتهي بأر، المجموعة الثانية تتنتهي بإر،
ولكن في لو بارتيسيب بريزون ان تتعمل لينا ايسون. هذه المجموعه الثانيه. ثم كاين المجموعه الثالثه هي اللي تيكونوا فيها لي زوتر تيرمينيزون دي فيرب، لي زوتر تيرمينيزون دي فيرب ان انفينيتيف، تيكون عندها نهايات اخرى من غير هاد النهايات اللي ذكرنا ا لانفينيتيف. لكن لا تيرمينيزون ايضا تنعني بها حتى النهايات ديال الفعل في حاله الصرف. حنا غنشوفوا امثله هنا. لي تيرمينيزون فاري سولون لو غروب اوكيل ابارتيان لو فيرب. اذا هاد لي تيرمينيزون هاد النهايات فاري انها تختلف سولون لو غروب حسب المجموعه، بمعنى اخر حسب المجموعات. اوكيل ابارتيان لو فيرب التي، حسب المجموعه التي لها ينتمي الفعل. اذا طبعا عندنا لو برومي غروب كما تلاحظوا، عندنا لو دوزيام غروب المجموعه الثانيه. بحال دابا خدينا المجموعه الاولى، واضح بانها الفعل ديالها تيكون منتهي ب او ار، ب او ار ا لانفينيتيف. اذا طبعا ملي تنصرفوا هذا الفعل في البريزون، اولا تنحيدوا هذيك او ار، ثم تنعوضوها بهاد لي تيرمينيزون اللي عندنا هنا. مثلا مع جو تنزيدو او، مثلا مع تي تنزيدو او اس، مثلا مع ايل او ال او اون تنزيدو هاد او، مثلا مع نو تنزيدو هاد او ان اس في مكان او ار اللي حيدنا، تنزيدو او ان اس في مكان او ار التي حذفنا. مثلا مع فو نضع او زد، مثلا مع ال افك اس، ال افك اس نضع او ان تي، نضع او ان تي. فنقول مثلا مع لو فيرب امي اللي هو فعل تنتمي للمجموعه الاولى، نقول جام، اذا اضفنا او. تو ام انت تحب، اذا نضيف او اس، او انت تحبين نضيف او اس. ال ام هو يحب، او بيان ال ام، ال ام او بيان ان ام، اذا طبعا نضيف هاد او. مع نو نقول نوزيمون، نوزيمون نحن نحب، اذا نضع او ان اس كما قلنا. فوزيمي انتم تحبون، نضع او زد على فا دو فيرب كوم تيرمينيزون. ثم عندنا ال ام، ال ام نضع او ان تي. عندنا هنا فعل امي انه تنتهي ب او ار، اذا هو تنتمي للمجموعه الاولى. وهذا هذا الذي يحدث هنا مع لو فيرب امي، نفس القواعد سنطبقها مع باقي الافعال المنتميه للمجموعه الاولى. المقصود الافعال اللي عندها او ار على فا، صوف صوف باستثناء لو فيرب الي هو اللي ما دخلش في هذه المجموعه، كما قلنا بانه تبقى يتغير، وبالتالي خديناه وديناه للمجموعه الثالثه، وبالتالي خديناه وديناه للمجموعه الثالثه. اذا المجموعه الاولى كما تلاحظوا بان مجموعه منتظمه، يكفي تحفظ فقط هاد لي تيرمينيزون، يعني انك تطبق القاعده على كل افعال. مثلا هنا لو فيرب امي نقول جام، تو ام، ايل ام، ال ام، اون ام، نوزيمون، فوزيمي، الزام، الزام، الزام. اذا ملي تنحذفوا او ار وتنزيدوا هاد لي تيرمينيزون، شنو المعنى تيولي ديال الفعل؟ الفعل كما قلنا تيولي في الحاضر. اذا عندما اقول جام انا احب الان، تي ام انت تحب الان، ال ام هو يحب الان، ال ام نفس الشيء، نوزيمو نحن نحب الان، فوزيمي انتم تحبون الان، الزام الزام هم يحبون الان، هن يحببن، هن يحبن الان. تنتكلم على واحد الفعل اللي تيحصل الان. الى خضينا لو فيرب بارلي، لو فيرب بارلي تنتهي ب او ار، غنحذفو او ار
ثم نقول مع جو جو بارل، نضيف أ نفس الشيء كما فعلنا مع لو فيرب أيمي. تي بارل أنت تتكلم، نضيف أ إس تماما كما فعلنا مع لو فيرب أيمي. إيل أم هو يحب الآن، نضيف أ مكان أ إغ، مكان أ إغ. إيل بارل إذن لنقول بأنه يتكلم الآن، نو بارلون. نضع أو إن إس مكان أو إغ، مكان أو إغ لنقول بأننا نحن نتكلم الآن. فو بارلي نفس الشيء، أنتم تتكلمون الآن. إيل بارل هم يتكلمون الآن. إذن هذا معنى، هذا هو المعنى ديال هذا الصرف وكيفاش نحصلوا عليه. طبعا مع المجموعة الأولى. المجموعة الثانية، المجموعة الثانية طبعا هذه فيها شيء من البحث، خاصنا نرجعوا الجدول ديال الصرف فقط من حيث أنه واش تيدير إيسون ولا لا، فقط من أجل معرفة واش هاد الفعل تتزاد ليه هاد دوزاس. طبعا فلو بارتيسي بريزون أو مع نو مع فو مع إيل أفاك أس. كما تنشوفوا في حالة لو فيرب أمي أننا تنحافظوا على لو غاديكال، طبعا لو غاديكال هو أ إي أم. هاد ثلاثة الأحرف، هاد ثلاثة الأحرف كما تنشوفوا اللي تكونوا أصل الفعل ما تتغيروش من الأول حتى الأخر، من جام حتى الإلزام. يعني أن الصرف كله تحتفظ بهاد لو غاديكال، نفس لو غاديكال، عندنا غاديكال واحد. لكن في المجموعة الثانية لو دوزيام غروب عندنا جوج ديال لي غاديكال. إذا كما تنشوفوا، إذا عندنا غاديكال ديال اف اي ان، اف اي ان هذا غاديكال، ثم عندنا غاديكال فيه فينيس. فينيس إلا احتفظنا ديما بهذيك او ان اس، إذا طبعا غيولي عندنا فينيس. هذا لو غاديكال، هذا لو غاديكال الثاني ديال الفعل طبعا في البريزون. إذا أقول مثلا، أقول جو فيني، تي فيني، أنا أكمل الآن. إيل فيني هو يكمل الآن. نو فينيسون نحن نكمل، نو فينيسون لو ترافاي، نحن الآن نكمل العمل. نو فينيسون لو ترافاي، نحن الآن تنتكلموا على البريزون، نحن الآن نكمل العمل. نو فينيسون لو ترافاي، نحن نكمل الآن العمل. فو فينيسي لو ترافاي، فو فينيسي أنتم تكملون. إيل فينيس، إيل فينيس هم يكملون. إذا كما تلاحظوا عند الصرف خاصنا نردوا البال أولا لي مود، عندما نتحدث عن زمن تردوا البال واش حنا في أي مود. طبعا تنتكلموا على البريزون خاصنا نشوفوا واش لو بريزون دو لانديكاتيف. طبعا الأزمنة المنضوية تحت لانديكاتيف هي الأكثر استعمالا، لكن عند صرف الأفعال في هاد الأزمنة المنضوية مثلا تحت لانديكاتيف خاصنا نعرفوا على أش من مجموعة تنتحدثوا، واش تنتحدثوا على فعل منتمي للمجموعة الأولى يعني أنه سهل الصرف، أو منتمي للمجموعة الثانية وبالتالي خاصنا نردوا البال لهاد الدوزاس، أو منتمي للمجموعة الثالثة وبالتالي غيكون عنده صرف آخر. المجموعة الأولى ديال الأفعال المنتهية بأو إغ هي الأكثر في اللغة الفرنسية. طبعا تتجي بعد منها، تتجي بعدها المجموعة الثانية، ثم الأقل هي المجموعة الثالثة. لكن المجموعة الثالثة على قلتها فهي تستعمل بكثرة أيضا، فأعداد الأفعال غتكون محدودة وبالتالي ممكن أننا نتذكرها بشكل جيد، أنها تكون محدودة ونتذكرها بشكل جيد عندما نعرف أصولها وطريقة صرفها إلى غير ذلك. ثم عندنا attention يعني انتباه، les verbes du troisième groupe ont trois modèles de terminaison. المجموعة الثالثة عندها ثلاثة أنواع من la terminaison. طبعا كاين les verbes اللي عندها ER، كما تنعرفوا كاين عندنا واحد المجموعه ديال الافعال اللي تتنتهي ب اي ار، ولكن في البريزون
أو فلان بارفي أو مثلا عند لو بارتيسيب بريزون أن ما تتعطيناش دوزيس ما تتعطيناش دوزيس. وبالتالي الأفعال اللي ما تتحققش الشرط الثاني باش تنتمي للمجموعة الثانية تناخدوها للمجموعة الثالثة. بحال هاش بحال مثلا لو فيرب سونتيغ بحال لو فيرب سونتيغ يعني فعل أحس أو شم. إذا طبعا نقول جوسون أنا أشم أو أحس الآن، تيسون أنت تشم أو تحس الآن، إلسون نفس الشيء، نوسونتون ما عندناش هنا نوسونتيسون باش ينتمي للمجموعة الثانية، وبالتالي حنا خديناه المجموعة الثالثة. علاش؟ لأنه ما جابش لينا هاد دوزاس اللي هي الشرط الثاني باش ينتمي للمجموعة الثانية. إذا نوسونتون فوسونتي أنتم تحسون الآن أو تشمون الآن، إلسونت هم يشمون الآن أو يحسون الآن. إذا نتكلم عن لو بريزون. إذا نتكلم هنا عن مجموعة ديال الأفعال تتنتهي بإي آغ، ثم عندنا الأفعال اللي عندها دي آغ أو صوف واندغ. بحال دابا جواندغ فردا إلى مجموعة مثلا. إذا نتكلم عن جواندغ أو أنك تقرب شيء من شيء آخر، إذا نتكلم عن جواندغ أنك تلصق شيء بشيء آخر، إذا نتكلم عن جواندغ. إذا الأفعال اللي عندها واندغ هي الاستثناء من هاد الأفعال اللي عندها دي آر أو. بحالاش؟ بحال لو فيرب بخوندغ. لو فيرب بخوندغ طبعا في البريزون نقول جو بخون، كما تلاحظوا اللي عندنا دي اس تنحيدو دي ار او تتبقى عندنا بخون بدل بخوندغ، ثم نضع هاد لي تيرمينيزون تنشوفونا عندنا دي اس دي او ان اس او زد او ان تي. اذا مع جو نقول جو بخون، طبعا نضيف دي اس كما قلنا تي بخون انت تاخذ الان، طبعا نضيف دي اس. il prend هو ياخذ الان، elle prend on prend نفس الشيء، nous prenons نحن ناخذ الان، vous prenez انتم تاخذون الان، ils prennent طبعا هاد لو راديكال تغير تزاد له واحد ان ولكن بقات عندنا او ان تي. اذا كما تلاحظوا مع جوه مع تي مع ايل تغيروا لا تيرمينيزون اللي كنا شفنا مثلا مع المجموعه الاولى، لكن عموما مع نو مع فو مع ايل افيك اس بقاو تقريبا نفس لا تيرمينيزون. اذا غومارك لي فورم كونجوغي، اذا نتكلم عن الاشكال المصرفه، اذا نتكلم عن الاشكال ديال الافعال المصرفه. اذا كونجوغي دي بلوريال يعني في الجمع مع نو مع فو مع ايل افيك اس مع ال افيك اس ريست سوفون لي ميم. اذا نتكلم عن الاشكال المصرفه في الجمع ان تبقى تقريبا نفسها، ان تبقى عندها او ان اس او زد او ان تي طبعا مضافة لهاد لي غاديكو تقريبا. ما إليا دوتر ديكسيبسيون، ولكن هناك أخرى المقصود، ولكن إليا دوتر فورم كونجيغي ديكسيبسيون، المقصود أن هناك أشكال أخرى مصرفة من الاستثناءات. بحالاش؟ بحال لو فيرب ألي، طبعا نقول نوزالون فوزالي إيلفون إلفون كما تنشوفو يتغير. ثم عندنا دير، نقول مثلا جو دي تو دي إل دي، ثم نقول نو ديزون فو ديت أنتم تقولون، إل ديز تغيير آخر. مثلا لو فيغ فيغ جو في تو في، ثم نقول نو فوزون فو فات إلفون. إذن كما تلاحظوا تغييرات، ولكن هاد الأفعال قليلة طبعا.
ثم عندنا صرف آخر هو مختلف كثيرا لكنه يعود إلى فعلين أساسيين في اللغة الفرنسية ضروري أننا نحفظهما، اللي هما لو فيرب أفوار و لو فيرب إتر لي زوكسيليير. نتكلم عن المساعدين. إذن لي زوكسيليير ان اون كونجيغيزون كيل فو ميتريزي. إذن هاد المساعدين عندهم صرف كيل فو ميتريزي الذي يجب ضبطه، car ils permettent de former le passé composé de l'indicatif de tous les autres verbes. لأنهما يمكنان من تشكيل le passé composé de l'indicatif le passé composé de l'indicatif لأنهما يمكنان من تشكيل الماضي المركب de l'indicatif الخاص بلو مود indicatif de tous les autres verbes لكل الأفعال الأخرى. طبعا تنتكلم هنا على البريزون لان هاد لي دو زوكسيليير افوار او اتر تنقولوا مع جو، تنقولوا جي تيا ايل ان او زافون فو زافي ايلزون، ثم اتر نقول جو سوي تي ايلي نو سون فو زيت ايلسون. هذا في البريزون. اذا طبعا لحفظنا هاد جوج في البريزون وضفنا ليهم لو بارتيسيب باسي الخاص بالفعل اللي بغينا نصرفه في الباسي كومبوزي. طبعا تنحصلوا على الباسي كومبوزي على هذا الفعل. اذا اللي بغينا الباسي كومبوزي ديال واحد الفعل تنجيبوا فقط لو بارتيسيب باسي الخاص به. طبعا غنقلبوا عليه ونحفظوه، غنقلبوا عليه ونحفظوه ونعقلوا عليه. هذاك لو بارتيسيب باسي تنزيدوه مورا واحد من هاد لي دو زوكسيليير. لي دو زوكسيليير طبعا على حساب اشنو تيطلب هذا الفعل، وهذا ذكرناه فيما سبق. الا كان الفعل تيوقع من الفاعل لحاجه اخرى تنستعملوا افوار، ولا كان الفعل تيحدث للفاعل، ولا كان الفعل تيحدث للفاعل غنستعملوا لوكسيليير اتر، غنستعملوا هذا الثاني. اذا طبعا هذا هو كيفاش غنميزوا بيناتهم، هذا كيفاش الفعل واش يستحق هاد لوكسيليير ولا الثاني. باش نحصلوا على لو باسي كومبوزي ديال واحد الفعل غنجيبو فقط لو بارتيسيب باسي ونوضعوه مورا واحد، ونوضعوه مورا واحد من هاد لي دو زوكسيليير. مثلا لو فيرب فواغ، لو فيرب فواغ فعل رأى، لو بارتيسيب باسي الخاص به هو في. لو بارتيسيب باسي الى قلبنا في الجدول ديال الصرف الخاص بهذا الفعل هو في. اذا طبعا غنجي هنا انا شفت واحد الحاجه. اذا واش انا شفت راسي؟ واش انا شفت؟ اذا هنا ما غنستعملش اتر. اذا هنا انا شفت حاجه اخرى، وكان الفعل يحدث من الفاعل على مفعول به. اذا طبعا هنا غنستعمل لوكسيليير افوار. اذا غنجيب هاد في وغنوضعها مورا الصرف ديال لوكسيليير افوار او بريزون بحال اللي عندنا هنا. اذا اقول جي في انا رايت، تي افي انت رايت، ايل افي هو راى، نو زافون في نحن راينا. طبعا تبقى هاد في 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 على طول الصرف. شنو تتغير؟ هاد لوكسيليير، وبالتالي يجب ضبط لوكسيليير افوار و لوكسيليير اتر في البريزون. ثم فو زافي في انتم رايتم، ايل زون في هم راوا في الماضي، هم راوا في الماضي. مثلا اللي خدينا لو فيرب بارتيغ فعل انطلاقه، شكون اللي غينطلق؟ انا اللي غنطلق. غنستعمل اتر، ساقول اذا غنقول جو سوي بارتي انا انطلقت، توي بارتي ما غنستعملش افوار، توي بارتي انت انطلقت، ايلي بارتي هو انطلق، نو سون بارتي نحن انطلقنا، فوزيت بارتي انتم انطلقتم، انتم انطلقتم، ils sont partis ماشي ils ont، ils sont partis هم انطلقوا. طبعا لو بغينا نتكلم على لو فيرب فوار في البريزون غنقول جو فوا، جو فوا طبعا هذا صرف اخر، جو فوا تي فوا il voit nous voyons vous voyez il voit. الفعل تيتصرف بوحدو. طبعا لو فيرب فوار هو تينتمي للمجموعه الثالثه، وهاد الافعال قليله
أريد الإشارة هنا فقط بأن التذكير المتعلق بحفظ لدوزوكسيليير أو بخيزون طبعا لأنه كثير الاستعمال تنتكلم على الباسي كومبوزي أنه أيضا تستعمل بكثرة وبالتالي يجب ضبط صرف هاد الفعلين أو هاد المساعدين. لكن هذا لا يعني أنه لا يجب ضبطهما ضبط صرفهما في بقية الأزمنة مثلا في الفيتور أو مثلا في الامبارفي إلى غير ذلك. علاش؟ لأن من خلال هذا الصرف أيضا تنزيد ليه لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل وتنحصلوا على زمن آخر مركب من غير هذا لو باسي كومبوزي اللي عندنا. إذن حتى لا نطيل نكتفي بهذا القدر. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.